السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما عبده ورسوله المصطفى. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، طاقة نور نستلهم منها شعاع نور جديد ليضيء لنا هذه الحياة. النهاردة معدنا بإذن الله جل وعلا مع شعاع نور جديد أنزل الله في حقه سورة كاملة سميت بسورة غافر. قال الله في مطلعها: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. شاهد أن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل توبة التائبين. ولذلك قال العلماء أن غافر مأخوذة من مادة غفرة، وغفر في اللغة التي تدل على الستر والتغطية، ومنها المغفر الذي كان يلبس في الرأس عند الغزوات. طيب، وغافر بقى اصطلاحا معنى راقي قوي. قال أهل العلم أنه إظهار الجميل وستر القبيح، إظهار الجميل وستر القبيح. كأن حضرتك وانت بتقول أستغفر الله تطلب من الله جل وعلا أن يظهر جميل أفعالك ويستر قبيح أفعالك. كأن انت وانت بتقول أستغفر الله بتقول يا رب أنا عارف أن أنا عصيتك في الخلوات، بس الناس ما تعرفش عني إلا الخير. لذلك إن الله جل وعلا جعل الناس لا يرون منا إلا جميل ستره علينا، فاللي ظاهر للناس ده مش جمال حضرتك ولا ملابسك الأنيقة ولا كلامك المنمق، لا، ده جميل ستر الله عليك. لذلك قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللي محتاج الذرية يستغفر الله جل وعلا، اللي محتاج سعة في الرزق يستغفر الله جل وعلا، اللي محتاج أي أمر يستغفر الله جل وعلا. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب: إن الله جعل لنا في الأرض أمانان، الأمان الأول هو رسول الله محمد، والأمان الثاني هو حبل الاستغفار. قال الله جل وعلا استدلالا لسيدنا علي على كلامه أن قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مصدق سيدنا النبي؟ قال لك سيدنا النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، لزوم ده حياتك، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. انت محتاج تتعلم ان الاستغفار ده هو الحبل الوثيق المتين الذي تصل به الى الرب القوي المتين. لذلك كان بعض السلف يقوم في الليل فيقول: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إياك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بعظيم عفوك ما غوى وعصاك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قولوا جميعا: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، تمسكوا بها فهي الحبل القوي الذي لا ينقطع بين الله وبين عباده. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.